هي عجوة ديال السلطة. عجوة على يد طبيبك المركبين. كيف كتجيك اجواء العيد؟ الاجواء ديال العيد هي اجواء ديال صلة الرحيم و المهم فيها هو ان الانسان يعرف بانه راه كينتمي لواحد الدين اللي جاب سيدنا محمد اللي تولد في هذا اليوم هذا اللي هو نهار كبير خاص الناس هي تعطي لهذا النهار حقه يعني باش تعرف بانها راه كتنتمي للدين الاسلامي اللي جاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي نظرك الناس اش خاصهم يديروا في هذا العيد؟ هذا العيد خاصهم خاص الناس تتواصل مع الرحيم ديالها، العائلات يزوروا بعضياتهم، الأولاد يزوروا الآباء ديالهم والأمهات ديالهم، ويحيوا الرحيم اللي كتربط ما بين المؤمنين والمؤمنات. تبارك الله عليك السي بادي. السلام عليكم. بغينا نسولوك اخويا اسامه كيف كيجيو اجواء العيد؟ الحمد لله اجواء العيد طيبه، الحمد لله كيف بسلام. الناس كتبس، الناس فرحانه طيبه الحمد لله، وان شاء الله مولد جهه النبوي الشريف، كنتمناو تكون مقبوله مع الله سبحانه وتعالى. الانسان احسن حاجه بلادي.